تتقلح المعارضة وجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا على تل العيس الاستراتيجي في ريف حلب الجنوبي من قبضة الجيش السوري. أفادت الأنباء أن المعارك بين الجانبين أسفرت عن مقتل عدد من القوات الحكومية في مقابل 16 على الأقل من مسلحي جبهة النصرة. في تطور قد يعصف بهدنة وقف الأعمال القتالية في سوريا والتي قاربت الشهر، استولى مسلح المعارضة وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة على قرية تل العيس الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي على حساب الجيش السوري. الهجوم الذي شنه مسلح النصرة بدأ بثلاثة تفجيرات انتحارية نفذتها جبهة النصرة جنوب تل العيس. بدأ بنصب كمين للقوات الحكومية لدى انسحابها إلى قرية الحضر شرقي التل باعتباره الخط الفاصل الأمامي للجيش السوري في ريف حلب الجنوبي. تراجع القوات السورية جاء بعد هجمات للمعارضة المسلحة بالتنسيق مع جبهة النصرة على بعض المواقع العسكرية في اتجاه تل العيس والمناطق المحيطة، فيما يعد خرقا للهدنة التي لا تشمل تنظيم داعش وجبهة النصرة. تكمن أهمية تل العيس في أنه يطل على طريق سريع حيوي يصل حلب بالعاصمة دمشق. العنف الذي اندلع في الجنوب جاء بعد أيام من غارات جوية مكثفة شنها الطيران السوري على مدينة دير العصافير في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. الاستيلاء على التل الاستراتيجي بين العاصمة دمشق وثاني أكبر المدن السورية قد يهدد بشكل كامل الهدنة التي ظلت صامدة لنحو شهر، وذلك للمرة الأولى خلال الصراع المستمر منذ أكثر من 5 سنوات، مما قد يدفع الأطراف المتحاربة إلى التعنت في جولة المفاوضات المقبلة المقررة بجنيف في 9 أبريل الجاري. قتلت القوات العراقية 22 إرهابيا من تنظيم داعش خلال تصديها لهجوم مسلح التنظيم في منطقة حقول عجيل في محافظة صلاح الدين شمال العراق. في غضون ذلك حررت القوات العراقية 1500 شخص كان تنظيم داعش الإرهابي يحتجزهم في سجن كبير تحت الأرض في قضاء هيت شمال غرب الرمادي على نهر الفرات، وذلك حسبما أفادت مصادر أمنية. وقد جاء ذلك في إطار العملية العسكرية التي بدأتها القوات العراقية لتحرير هيت من قبضة التنظيم. في الوقت ذاته قتلت قوات عراقية 4 إرهابيين وأصابت 5 آخرين، بينما تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة في مناطق الكرمة والبوشجل وناظم التقسيم بالأنبار. وتمكنت القوات العراقية من قتل إرهابيين في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة، كما عالجت أيضا 6 منازل مفخخة و4 عبوات ناسفة في منطقة الأخساف جنوب بغداد. أكد رئيس مجلس النواب الليبي بطبرق عقيل صالح أنه ليس ضد حكومة الوفاق الوطني، لكنها يجب أن تمر عبر مجلس النواب، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأوروبية إلى احترام سيادة الشعب الليبي. كما دعا صالح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى المثول بكامل أعضائه أمام مجلس النواب بطبرق للنظر في تعديل الإعلان الدستوري وعرض السيرة الذاتية لكل وزير. وقد أضاف صالح أنه لن يرضخ لأي تهديد، خاصة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي بدأ في سريانها الجمعة الماضي في حقه وفي حق رئيس المؤتمر الوطني العام وفي حق كل من نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ورئيس ما يسمى حكومة طرابلس خليفة الغويل. سيطرت ميليشيات الحوثيين وصالح على مديرية الوازعية جنوب غرب محافظة تعز اليمنية المجاورة لمحافظة لحج الجنوبية، ذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الموالية للشرعية استمرت حوالي أسبوع. ذكرت مصادر أن الميليشيات سيطرت على حوالي 70% من مساحة المديرية، وذلك بعد أن اضطرت عناصر المقاومة إلى الانسحاب بعد نفاذ الذخيرة وعدم وصول تعزيزات إليها. وتكمن أهمية مديرية الوازعية في أنها مجاورة لمحافظة لحج التي توجد بها قاعدة العند الجوية مركز عمليات الجيش والمقاومة في الجنوب، والذي يشكل تهديدا لمدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية. قبل يوم واحد من سريان الاتفاق التركي الأوروبي المثير للجدل بشأن المهاجرين، منعت قوات خفر السواحل التركية نحو 200 شخص
من الإبحار إلى اليونان. في الوقت ذاته رفضت أنقرة الاتهامات التي وجهتها إليها منظمة العفو الدولية بشأن إعادة لاجئين سوريين قسرا إلى بلادهم. كانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت تركيا بإجبار 100 لاجئ سوري في اليوم الواحد على العودة إلى بلادهم التي تشهد نزاعا دمويا، مشيرة إلى أن هذا الترحيل القسري يشير إلى ثغرات خطيرة في الاتفاق الأوروبي التركي الذي يرمي إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا. تستعد اليونان لإبعاد حوالي 750 مهاجرا إلى تركيا اعتبارا من غد الاثنين، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تقليص تدفق اللاجئين. بدأت السلطات اليونانية استعداداتها في ميناء ديكيلي للبدء في نقل المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا وبشكل غير قانوني لإعادتهم مرة أخرى إلى تركيا. مع اقتراب دخول اتفاق تركي أوروبي حيز التنفيذ بشأن المهاجرين واللاجئين تجرى الاستعدادات في ميناء ديكيل اليوناني، ووفقا لمسؤولين أتراك من المتوقع أن يبدأ نقل أول فوج من المهاجرين من جزيرة ديكيل الواقعة شمال مدينة أزمير الساحلية التركية. عمدة ديكيل مصطفى تورون قال إنه تم تلبية طلبات مكتب الهجرة التركي، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل المهاجرين بالميناء. لقد طلبوا أن نجهز مرافق خدمية ونفذنا طلبهم على الفور، وكان هناك مسؤولان من مكتب الهجرة التركي بالميناء وقالوا إن عمليات التسجيل ستتم به قبل أن يتم نقل المهاجرين إلى مراكز العودة. كانت الخلافات بشأن كيفية التعامل مع مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من سوريا وأماكن أخرى تهدد بانهيار الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، مما يجعل الاتفاق مع تركيا مهما في حل هذه الأزمة. ووافقت أنقرة الشهر الماضي على استعادة كل المهاجرين واللاجئين الذين عبروا بشكل غير رسمي إلى اليونان بعد 20 من مارس في مقابل الحصول على مساعدات مالية ودخول الأتراك بدون تأشيرات إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تسريع عملية مفاوضات تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي. هذا ولا يزال الآلاف من اللاجئين يحاولون عبور البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر. نشرتنا متواصلة ونتابع فيها أيضا بعد أخبار الاقتصاد. أذربيجان تعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في أحد الأقاليم المتنازع عليها مع أرمينيا بعد مقتل عشرات الجنود. قمة مصرية موريتانية اليوم بالقاهرة، الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين. شريف إسماعيل يؤكد عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي تطبيقا لأحكام الدستور. مقتل أكثر من 20 مسلحاً في مواجهات مع القوات العراقية بمحافظة صلاح الدين وتحرير 1500 معتقل بقضاء هيت. والآن نتحول إلى أخبار المال والأعمال في بانوراما النيل. نتابع أهم أخبار الاقتصاد مع زميلة مجدة القاضي. تفضلي مجدة. زميلات مي وريهام، شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدين في وقفتنا الاقتصادية. وفيها وزارة الاستثمار تكشف عن خطة جديدة لحل معوقات منظومة الشباك الواحد وترويج للاستثمارات وتراخيص الأراضي. أهلا بكم مجددا. كشفت وزارة الاستثمار عن خطة جديدة تستهدف حل كل ما يواجه منظومة الشباك الواحد والترويج للاستثمارات.
وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن الخطة تتضمن تراخيص الأراضي فضلاً عن النظر إلى التشريعات والقوانين الموجودة المتعلقة بالاستثمار من أجل حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين. وأضافت خورشيد إن مصر مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية خلال الفترة المقبلة. كشف مصدر نفطي مسؤول في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية أن بلاده تخطط لزيادة كميات النفط المخزنة في مصر، وأكد المصدر أن البدء في تنفيذ هذه الخطط سيأتي فور انتهاء الحكومة المصرية من الاستعدادات اللوجستية لزيادة كميات النفط طبقا للعقد المبرم بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة صامد لتخزين النفط الخام الكويتي في خزانات سيدي كرير. وقدر المصدر الأحجام المتوقعة للتخزين في مصر بنحو 2 مليون برميل شهريا لمجابهة الطلبات المتزايدة على البترول الكويتي من أوروبا. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة وتطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية لإمداد القطاعات المستهلكة باحتياجاتها من الغاز الطبيعي واستيعاب الزيادة في الاستهلاك لدعم خطط التنمية الاقتصادية. يأتي هذا في حين طالب الملا الشركة المصرية للغازات الطبيعية غاسكو بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات خطوط إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء. وإلى البورصة المصرية التي أنهت مؤشراتها التعاملات بداية الأسبوع على تراجع طفيف وسط عمليات بيع من جانب صناديق الاستثمار المحلية والعربية. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 405.8 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه، منها 620 مليون جنيه بسوق الأسهم. أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أهمية قطاع الزراعة، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بهذا القطاع من خلال إطلاق مشروع 1.5 مليون فدان. وأوضح الجندي أن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج القومي تبلغ نحو 14.7%، وأن معدل نمو النشاط الزراعي يبلغ 3%، في حين تقدر نسبة المشتغلين بالزراعة حوالي 27.4% من إجمالي المشتغلين. كما أشار الجندي إلى أن معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2014-2015 بلغ نحو 4.2% عقب تراجع دام لمدة 4 سنوات، مشيرا إلى أن المستهدف خلال العام المالي 2015-2016 يقترب من 5%. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تدير قطاع النفط في هذا البلد منذ عقود أنها باتت تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. من جانبه أعلن محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة إن إنتاج البلاد من النفط سيشهد تحسنا خلال الشهرين القادمين بعد فك الحصار على بعض حقول وموانئ النفط، وسيزيد إنتاج النفط ليصل قرابة 800 ألف برميل في اليوم. يذكر أن إنتاج ليبيا للنفط وصل لأدنى مستوياته منذ عام 2013 بعد إغلاق حقول وموانئ النفط بالمنطقة الوسطى. أيدت أغلبية الشركات البريطانية العاملة في صناعة الطيران والدفاع والأمن والفضاء بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لتصبح أحدث قطاعات تكشف تأييدها للاستمرار في الاتحاد. ودعمت وجهة النظر نفسها تعليقات مديري أكثر من ثلث أكبر الشركات البريطانية بما فيها شركة النفط الكبريان شل وبي بي وأكبر مجموعة اتصالات بها، واللذين حذروا من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعرض الوظائف والاستثمارات للخطر. ويعد الأثر الاقتصادي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أحد أهم القضايا التي تشغل الناخبين قبيل الاستفتاء على عضوية بريطانيا المقرر إجراؤه في 23 يونيو المقبل.
وقعت شركة OMV النمساوية المتخصصة في إنتاج النفط والغاز اتفاق تبادل أصول مبدئي مع شركة غازبروم الروسية العملاقة، ويقضي الاتفاق بتبادل أصول مالية بما يسمح للشركة النمساوية بامتلاك نحو 25% في حقل غاز أورانجوج الضخم الذي يقع في سيبيريا، مقابل منح حقول شركة غازبروم الروسية في عملية استخراج النفط من حقول نفط تابعة للشركة النمساوية في بحر الشمال. كانت الشركة النمساوية قد زادت من حجم أنشطتها الإنتاجية وضخت استثمارات بقيمة 2.56 مليار دولار في بحر الشمال منذ عام 2013.